بشكل أو بآخر مرتبطة بعدم وجود صوت الدولة المركزية في مكان ما. في فترة من حياتي كنت ميليشياوي أزعر، هذا بصير بانجراف الانتماء لمجموعة مسلحة، هالمجموعة المسلحة بلش تعمل ارتكابات متعددة وانت عم تسيرها أو تجاريها، ثم بتصير تقلدها، ثم بتصير شريكة، فمع بوقت قصير هيك بتلاقي حالك انجرفت من مقاتل، خلينا نستعمل هالتعبير، إلى ميليشياوي أزعر. البلطجة هي استخدام القوة لا على الناس ولا على شيء، تسيطر على الشارع. فمفهوم السيطرة على الشارع هذا بيكون بدك مع الوقت لسقف الشارع، لممارسات الشارع، انك تستعمل نفوذ السلاح لتاخد بايد تكون الدولة العثمانية والعصر المملوكي في مصر. ممكن نرصدهم في العصر الحديث رئيس قصد في بداية القرن كما قدموا مثل التفاصيل البينية والحارة اليومية يعني في مصر متأخرة، فكان في ضرورة لظهور من يقوم بدور حافظ الأمن أو يعني الشخص اللي بيقوم بحماية فايتين ضمن الجيش، هذا الجيش، هذا الخوز جيش، انه عم يشبح يعني بمعنى انه عم يتصلبط، عم ينصب او انه عم يغش او عم ياخذ شيء يعني غصب. حتى كان لهم تيب خاص معروف عنا في سوريا، كانوا لازم يكونوا اول شيء عضل يعني اجساد ضخمه كثير وكذا، انه قلب ميت طبعا جهل لازم يكون متوفر، هذا يعني عامل اساسي. يلا ايوه كبير بس ايوه فضل طلع عينيك على الغلط، طلع فيني بلو يا محمد شو قوي زدوا تعال هو طول بالك ايوه يمين هيك وغير حلوه اشبقوا ان شاء الله يا معلم. شباب حرموا التعليم وحرموا الثقافه وسلبوا كافه الحقوق، لم يعد امامهم الا ان يمتهنوا مهنة استعراض القوة أو بسط السيطرة والنفوذ، فوجدوا تجاوبا مع سلطة جديدة تحاول أن تجد أدواتها التي تسيطر بها، فهي لا تستطيع أن تسيطر بالسياسة ولا بالثقافة ولا بأي منطق، وإنما تسيطر بالبلطجية. انت كده لما كنت بتيجي بتساعد انت اخوك كنت بتقتل اخوك، فاحنا بنزورهم بالاسلحه اللي اي منطقه شعبيه تلاقي فيها اكتر السنج مطاويل السكينه، ما كان ساعتها بقى كانت ماشيه بقى ايه البقال الاقوى اللي يقدر يدافع عن نفسه دافع، ما كانش فيه داخليه اللي هو الحاجات اللي تضرب الخرطوش دي نفس طريقه الخرطوش اللي تضرب بس دي حاجات يدويه.
في واحد هنا كمان من مصابين الثوره موجود موجود على القهوه حاليا لسه مطلع يعني مضروب من يوم 28 برصاصه لسه الرصاصه طالعه له الشهر اللي فات اهو الجاكيت مش حد عارف طلعها له مش عارف ده اللي خف ده امتى دي برضه كل 28 انا ضربتك ولا انا ضربتك انما يضربك بقول لك ما حصلش يبهدلك بقول لك ما حصلش ازاي تسالنيش ما اعرفش لا احلى حاجه ان اي حاجه تحصل يقول لك يدي خفيه يدي خفيه يدي خفيه انا عايز اعرف فين اليد الخفيه دي ناس ما تعرفهاش بقى اللي كان يجري يقول لك ايه لحد في مش عارف راني الشيوعي دبح طفل صغير فانت بتسمع كلمه طفل صغير دبح فانت بتصير كان بيبقى رد فعلك ايه بقى لو كنت تعرف حاجه زي كده كان بيبقى رد فعلك ايه كنت بتعمل ايه ما انت ما تعرفش بقى اللي بيصير ايه لحد داخلين على بلاد يعني بعد ما بقول لك ده بقى هتطلع يخش على عندكم فبتضطر انت بتدافع عن نفسك ما بتشوف ولا مره حالك انه انت مرتكب او انت مخطئ تصير تلاقي لها تبرير اخلاقي انه انا عم بحرس هالشارع للفجر قاعد سهران الناس نايمه بيوتها مرتاحه انا بالبرد هن دفيانين قلت لي مصالحهم شغاله ما انا بقدر اخربها بس انا اتركهم يشتغلوا ماشي الحال ما بيطلع لي بهالمعنى بدي عداله اجتماعيه يعني شو بدك وسع بدل 20 ربط على السريع حسن درويش واقف بالدار شوف الناس صاروا من الصبح ابو حنش مجدي 20 ربط يلا مشيها فقلت له لمدير البنك انه نحن هونكم نحن عايشين مسلح هون وحاميين المنطقه وحاميين وبيطلعنا بعيد الفطر عيديه انا حاميلكم الحي لما قال لك 20 ربطه يعني 20 ربطه فبمعنى ما بيتقرر لك يعني اخوه شهريا هيك بتنتج الخوه انا فرجيكم تسلم للكاميرا تسلم الطحان عم يقول قول الله بالروح بالدم صورني انا ويا ضر ايه صور انت يلا صور كيفك انت تني تقريبا بال 94 95 بدات تنزل بضائع مضروبه على سوريا صاروا يقرصنوا كثير سلع وصلوا انه للسلع اللي بتصنعها حتى الدوله السوريه وهي رخيصه كثير مثل الدخان الوطني التجار اللي اشتغلوا بهذا المجال هن من ضمن النظام فعمليا صارت حال يعني تحولت شكل التشبيح هلا لشكل مؤسسات خاصه ممكن يكون لها مثل السيرياتيل امن خاص فيها بيحرس مراكز مراكز السيرياتيل الموجوده بكل سوريا السنة الأخيرة بقى في ظهور لأحياء جديدة أحياء عشوائية حضور مؤسسة الأمن فيها ما كانش حضور طاغي الأماكن دي محرومة تقريبا من الحافز الأساسي للحياة المناطق اللي فيها الفقراء تجار المخدرات الدعارة المناطق اللي بيجي منها شكل للمدينة الحديثة في فكرة انه تفضل هذه البقاع بشكل او اخر خارج سلطة الدولة يعني ظهور البلطجة سابقها صراع في قمة السلطة بين هؤلاء الذين كانوا يعملون بالسياسة من منطقها التسلطي وبين الجدد الذين أتى بهم ابن المخلوع المدعو جمال مبارك
الاستعانة بالبلطجة أحد أدوات هؤلاء الجدد أو الكوادر الجدد في الحزب الوطني. في لحظات كثيرة هذا الشخص يستخدم بشكل أو بآخر في حالات الاحتشاد السياسي في لحظات الانتخابات. هو الشخص ده اللي بيقدر ينزل يجمع ويضمن أن الناس تصوت ويقفل الحزب الوطني اللجان ويقوم بيقوم بدور سياسي في المواسم السياسية. الناس اللي تخش تنتخب المنافس رجاله الحزب الوطني وكان تخسير الصناديق والكلام ده. يعني الصوت بيبدا مثلا من 100 جنيه لحد ما يجي يوم الحاسم الصوت بيوصل ل 1000 جنيه. انت قلت لي ان انت كنت بتروح تجيب انت كشغل. احكي لي القصه. يعني مثلا في ناس كنا بنروح نعرض عليهم الامر كانوا وافقوا ان هم ينزلوا يجيبوا صوتهم. دول كلهم البلطجية الصغار دول او ما يسمى بالاشقياء يعني اللي هم مشروع بلطجي كبير غالبا ملفق لي هتجد في جهاز الامن ملفق لي اربع قضايا او خمس قضايا حقيقيه او غير حقيقيه مفيش ضمان اصلا يعني في اطار مؤسسه شرطيه فاسده ما تضمنش اصلا ان اي متهم هو متهم حقيقي. كان الشرطه شغاله ازاي؟ انا راجل نضيف معليش حاجه فما بيعرفش يدني. يدني بايه؟ باول حاجه يعملها معايا شفره الموس قضيه على قضيه على قضيه كده ابتدي احتقلك. ده راجل كويس حبسته مره واتنين وخلاص بقى بطل. السجون نفسها هي مزرعه يعني هي المزرعه اللي بيتم فيها انتاج البلطجة. بناتنا لما كنا يتظاهرنا اطلقت عليهم السلطه بلطجيات ستات اتحرشوا بيهم وقطعوا لهم البلوزات بتاعتهم وعبثوا في اجسادهم وعملوا حاجات غريبه جدا. دي ادوات السلطه وده فريق كامل داخل وزاره الداخليه كان بتتكلم عن وجود 140 ألف بلطجي في مصر كانوا بيشتغلوا مع جهاز الأمن. لا هم أرشيف ولا هم فيش تشبيه في وزارة الداخلية وتستطيع وزارة الداخلية تحريكهم في أي لحظة. فيش اسم ملفات مطلوبين ساقين ممكن يكون واحد مطلوب من 20 سنة بجرائم متعددة يعني جرائم جنائية ما إلى أي يعني طابع سياسي أو غير شيء. فبدأوا حملة اعتقالات واسعة بطريقة مو طبيعية بمحافظة بتذكر حلب هي لحال 14,000 بآخر شهر الرابع طلع انه رح يطالعك الرئيس انت بدك تعمل ترد المعروف هذا. انه في اليوم مظاهرة طلعوا واجهوها فيطلعوا يواجهوها مبالغ كبيرة كتير كانت تخصص لهم يعني كان يوم الجمعة يوصل لـ 80 دولار هذه للشخص الواحد الشبيح الواحد. يعني مثل ما حكينا أنه ببلد ممكن يكون متوسط دخل الموظف فيها 200 دولار أول شيء بارود روسي كلاشينكوف شفناها مع واحد بعدين صار في تنتين بعدين صار نشوف بومبوكشين فترة شوي تزيد الحالة رغم لأنه ما ظل حدا له معه سلاح. كنت واقف على حاجز صوب راس النبا وهذا الحاجز يعني في نوع من هيك تسلط فعلي على سيارات الخايفين. مرة وقفت سيارة فيها ست قلت لها وقفي على اليمين. قلت لي ليش عم توقفني اليمين؟ بتقلي شو لانه انا حاطه تمثال عضله يعني لانه مسيحيه عم تعملوا فيه هيك وشفت هيك دمعتها يعني نزل دمعتها حسيت بفظاعه واسود مش الحرب هيك والمعارك اثر انفلات الاشياء من عقالها
صار انه قدرة الانسان انه يستبيح انسان اخر، يستبيح جواته، يستبيح عواطفه، يستبيح وجدانه، يستبيح جسمه، يستبيح حريته بالتنقل. نحن اولاد بلد واحد، ما قدرة مرة تنتقل من شارع لشارع. يعني انت تقعد تفكر، طب احنا اللي في الميدان عندهم ايمان بان الميدان ما يقعش، البلطجي اللي الناحيه الثانيه ده ممكن يبقى ازاي؟ ايمانه ايه اللي يخليه يقعد يستمر في معركه 16 ساعه؟ نقدر نقول ان معركه الجمل بدات ب 10,000 من الناحيه الثانيه، من البلطجيه وعمال السياحه وبتاع، بس على بالليل على الساعه 2 تقدر تقول ان اللي كان بيخوض المعركه بسلاح بقى جاب من الاخر، يعني بسنايبر وبرشاشات وبيضرب على الناس رشاشات، كانوا حوالي من 500 ل 1000 بلطجي. نخبه البلطجيه. ده بقى اللي واخد قرار بانه ده اللي موصل الامن موصل له انك لو قفلت الميدان النهارده هترفع تسعيرتك ل 5,000. ومسلح باسلحه ومسلح بالترامادول اللي هو يعني حبات مخدره تخليه يبقى في وضع هستيري. ويموت عشان خاطر ما لو عامل ما هيقعد في بيته ما هيوصل له اللي هو عايزه وهيعمل اللي هو عايزه وفي البيت هيروح ويجي، لكن ده قاعد في البرد ربما هو شغال بلطجي، كانوا قايلين له ان دول اجانب وايرانيين وبتاع، بس لقى ممثله ولقى مش عارف مين فدخل كده كمواطن صالح، يعني مواطن صالح لاول مره يلاقي نخبه يعني بالتعبير، يعني ويلاقي ناس بتتكلم في السياسه وبتتكلم في كذا، فدخل كده وراح متعرف علينا وقعد وتحول الى ثوري وتحول الى شخص من اللي في الميدان اللي بيدافعوا عن الميدان. ما كانش تيجي في حد، والله ما كان بيسيب حد. شوف دي حاجه بتاعت ربنا، احنا لما كنا بنضرب ما كانش تيجي على حاجه على حد، هم لما كانوا بيخدفوا انتوا ما كانت تعورنا احنا، لان هم كانوا على حق. كش بقى للمدسين، بص الدراع عامل ازاي، انا على القهوه بس عادي، دي حاجه افتخر بيها يعني. لان دي بالنسبه لنا احنا شرف زيها زي حرب اكتوبر، بس الفرق بينها ان احنا في حرب اكتوبر كنا بنحارب اعداء، انما الشرطه اخواتنا. يعني في ناس تقول لك الجيش اخواتنا، ما هو الشرطه برضو اخواتنا. طب ليه؟ طبعا دي الحاجات اللي خفت، الحاجات دي اللي خفت. انا لسه مغير عليها النهارده والله، بس اعلى حاجه ان انا شلت الطلقه ذكرى. بص ايه، بس دي شرف، دي ده انا عاملها سلسله، انا كنت بتاري على اي شاب يلبس سنسله. كش البلطجيه، عارف لما يكون اللعب كده متوازي، انت جيش وانا جيش وبتاع وبنلعب، اقول لك اه، انما
المشكله كلها ان هم بيضربوا وبعدين ماسكين الاعلام اللي هم عايزينه بيطلعوا حصل كذا حصل كذا. حد بيتكلم معاهم؟ ما حدش. يلا ربنا يرحمنا برحمته. عارف بقى اللي مفرحني حاجه واحده في الشعب المصري انه ذكي جدا، يعني كذا مره يحاول يوقعوا بين المسيحيين والمسلمين. انا اسمي محمد. ده امتى ده؟ من يا ضرب الكنايس كش ملك. تلاقي لما وصف اللفظ يقول لك ايه، احنا هنعمل حاجه واحده ناكل بقى ايه وزير الداخليه حبيب قلبي ده ملوش اي ايه لازمه حاليا دلوقتي. كده نقدر نقول للريس سلام. ليه؟ لان مفيش بلطجيه والبلطجيه هم اللي بيجيبوه الحكم للشعب. الحكم للشعب.